الكيكه ديالنا بعد ما بردات خرجناه من الثلاجه. نقطعوها باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. تبارك الله كرطبة هشيشة باردة بالصحة والراحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم خوتي خواتاتي بغيت نشارك معكم واحد الكيكة ديال العشية باردة بمناسبة فصل الصيف، وهي مقادير ديالها ساهلين، يعني اي وحده ممكن في الدار غير بالمقادير بسيطه ديال الدار، كل شيء موجود في الدار ممكن تصايب هذه الكيكه للوليدات. وهي مناسبه فصل الصيف كنعرفوا بان الوليدات كيبغيو شي حاجه دائما تكون بارده. مقادير هذه الكيكه هي كالتالي: ثلاثه البيضات متوسطات بحراره المطبخ، واحد جوج باكيات ديال اوريو او لا ثلاثه عفوا ثلاثه، جوج خمارات الزا، وحده ساشي ديال السكر فاني، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، كاس لاروب ديال السنيده، كاس لاروب ديال الزيت، وكاس لاروب ديال الحليب. مهم غادي الكاس غادي نتعبرو بواحد نفس القياس، يعني الا عبرنا بالكاس تاع اتاي او الكاس ديال العنبه باش ما خديتو العبار كتاخذوا تكملوا المقادير كلها. جوج كيسان اونص ديال الفورس بعد ما غربناهم، واحد قليل من مايزينا. لا على بركه الله، اول حاجه في العجينه ديال هاد الكيكه هي كناخذوا نفصلوا الابيض البيض والصفر ديالو كنديرهم في واحد الاناء باش الا كانت شي وحده خاسره ما يخسرش لينا الخليط كامل. ما نساوش لان هذا البيض هو في درجه حراره المطبخ، لان درجه حراره المطبخ هي اللي كتخلي الكيكه تطلع. كنخفقوهم مزيان بعد ما كينسجم لينا الابيض والصفر. كان انا تعمدت باش نخدم هاد الكيكه غير بالضرب اليدوي باش يكون عند كل شيء ان شاء الله، وكل شيء ان شاء الله يقدر يطيبها. بعد ما نسجم ليا الصفر والبيض ديال البيض نزيدو عليهم كاس لارو ديال السنيده، الساشيه ديال فاني هي الاخرى، كنخلطهم حتى همايا حتى يبان ليا الخليط منسجم. انا ماشي خدمت غير بالضرب اليدوي، يعني الضرب الكهربائي ما يمكنش نخدمه به، كل شيء يمكن نخدم غير انايا تعمدت باش نخدم به باش يكون استعمال عام عند الجميع. بعد ما كيبان لينا بان البياض ديال البيض والصفار والسنيده والسكر راني نسجمو، غادي نزيد عليهم داك الكاس لارو ديال الزيت. غادي نزيدو عليهم هما يبانو لنا بانهم نساجمو، نزيدو عليهم هذيك المعلقه الصغيره ديال الخميره الفوليه اللي خدينا الدور ديالها، خدينا واحد المعلقه كبيره ديال الحليب السائل من داك الكاس لارو و سينا واحد القبيصه ديال الملح حتى هي غنزيدوها. غادي نخويو
كاس لارو ديال الحليب، غادي نشدو هذيك الفورص بعد ما غربلناه، نزيدو نصف، نديرو نصف المقدار ديالو ونخلطو، نكبو دوك الساشيات ديال الخميرات الزا، نبقاو نزيدو في الفورص غير بشويه بشويه حتى ينسجم لينا الخليط مزيان. وهانتوما كتشوفو ان الخليط تبارك الله عجينته طالعه مخلطه منسجمه جميع المقادير. انا تعمدت اليوم ندير بحال الكيكه لحقاش العشيه دائما الانسان تيبغي شي حاجه اللي تكون ساهله. جميع المقادير هي مستجنات ليا، الفران متنساوش قبل ما تبغيو تخدمو الكيكه نشعلو على عافيه مهيله باش كيما كنخدموها كنلقاو الفران سخون نضفلو الكيكه. دابا هاهي جميع المقادير، هاهي الكيكه ديالنا وجدات، غادي نخويوها في المول. هذا هو المول اللي غادي نديرو فيه الكيكه ديالنا اللي العبار ديالو 28 سنتيمتر في القطر ديالو. بعد ما دهناه بالزيت اولا بالزبده شي شويه ديال الفورص باش ما تلصقش لينا الكيكه، الكيكه كنعاودوها في التخلاط وكنخويوها في المول ديالنا، ونطلطو ليه البال باش يكون مقاد باش ما تجيش الكيكه ديالتنا عوجه. وحتى في الفران حتى هما فاش كنرميوها فيه كنحطوه في واحد الشكل اللي يكون متساويه العجينه ديالو باش ما تجيناش الكيكه جهه طالعه وجهه نازله. صغيره كنصبو فيها ما تبقى من الحليب، اي داك السيترون اللي كنا خدمنا بيه خدينا منه كاس كاس لارو درناه في الكيكه، ما تبقى كنديرو في كاسرونه صغيره بعد كنزيدو عليه واحد جوج معالق كبار ديال المايزينا، جوج معالق ديال السنيده، واحد القليل من روح فاني، واللي ما عندوش روح فاني ممكن يزيد ساشيه. كنهزو الخليط وكنحطوه على عافيه مهيله مع استمرار التحريك باش تخلط لينا مزيان. كاسر ديالتنا هي فوق العافيه مهيله، كنبقاو نستمرو فيه التحريك حتى كيبان لينا الخليط بدا تيعقد. كيف ما كتشوفوا ها هو الخليط ديالنا عقد، نقيو عليه البوطة ونقص درجة الحرارة ونخليوه حتى يبرد شوية عاد باش كنقادو فوق الحلوى ديالنا.
ما بردات لينا الكيكه جبدنا من الثلاجه، خدينا اوريو وفصلنا كل حبه على اختها على هذا الشكل، وبدينا كنستفوفها بهذه الطريقه. ولكم الاختيار، كل وحده ممكن لها تزين بالطريقه اللي حبات. انا درت الطريقه وكل وحده تزين حسب الطريقه اللي بغات هي، يعني الزين كيبقى كل واحد حر الطريقه اللي بغا. انا زينت بهذه الطريقه، وكل واحد عنده الاختيار في الطريقه ديال الزين ديالو. يعني انا زينت بهذه الطريقه، كل واحد له الاختيار في الطريقه تاع الزين. يعني ممكن دير شي حاجه من غير اوريو، كل واحد دير حسب الطريقه اللي بغات. يعني ممكن تاخذ غير شي شوكولاط وتحكو، ممكن اي حاجه، اي حاجه ديال الزين. فسالينا الزين، غادي نعاودو نردوها للثلاجه مره ثانيه حتى تبرد مزيان، هذا باش كنقدموها. هي الكيكه ديالنا بعد ما بردات خرجناها من الثلاجه، نقطعوها باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. تبارك الله كرطبة هشيشة باردة بالصحة والراحة.